طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في جلسة جديدة من جلسات مجموعة الباحثين السودانيين. اليوم يسعدنا ويشرفنا أن يكون معنا الباحث والمختص في علم الاجتماع الأستاذ محمد جمال الدين. مشاكلنا في السودان مشاكل كثيرة، وتاريخنا فيه تقلبات مختلفة، انقلابات عسكرية، فترات انتقالية ديمقراطية شوية، ثاني انقلاب عسكري، وكل الحاجات دي العامل المشترك فيها اللي هو الزول السوداني. فدارين نفهم ما هي سيكولوجية الزول السوداني، وفي سلسلة إن شاء الله بتاعت مناقشات مع أستاذ محمد جمال الدين هنحاول نفهم إحنا جينا من وين، وكيف إحنا في الحتة اللي إحنا فيها دي. لكن الأهم من ده إنه لازم يكون عندنا مداخل لحلول عملية عشان نحل إشكالاتنا الراهنة اللي إحنا فيها حالياً، وكمان الخطة للمستقبل. فالحلقة الأولى العنوان بتاعها من خيال المجتمع من خيال الفرد، فهم سيكولوجية الزول السوداني، مدخل عملي لحل إشكالات السودان الراهنة من خيال المجتمع من خيال الفرد. مرحبا بك يا أستاذ محمد جمال، سعيدين جدا بوجودك في منبر مبادرة الباحثين السودانيين. سامع يا استاذ؟ أهلينا أهلينا، أنا صوتك ضاع للحظة لكن كده معي. أنت انتهيت من المقدمة؟ نعم، تفضل. جدا. أولا شكرا لك، شكرا جدا دكتور أنور، وشكرا أيضا موصول للشباب والشابات في مبادرة الباحثين السودانيين، وأشكرك جدا على استضافتي وعلى إشارة نحن عندنا زعم، أو قول أنا عندي زعم، إنه نحن في السودان بينقصنا الوعي العلمي بذاتنا الجماعية، وبينقصنا الوعي العلمي بالبيئة الطبيعية المحيطة بنا. ولهذا السبب العمل جدا نحن ما لاقين صيغة للعيش السلمي المشترك، ما رضيانين بنفسنا، ما رضيانين بتنوعنا العرقي والثقافي واللغوي وعلى جميع الأشكال واللوني الجندري، حتى العلاقات الشخصية وحتى شخصيتنا نفسها، إنه نحن عندنا يعني رفض لبعضنا البعض، لسلوكنا الشخصي، لأشكالنا، حتى لمظهرنا عندنا يعني شنو، عندنا عدم رضا بالذات، لأنه في الحقيقة نحن ما عارفين نفسنا. وانت بيقول لك شنو، في مقوله شهيره جدا بيقول لك يعني معنى الكلام، انه الغريب يعني الجهل هو من يجعل الشيء غريب في عينيك. يمكن يكون انا ما قلت المقوله بالضبط، لكن ده معناها، بانك انت ما دام ما بتعرف نفسك، ما دام ما بتعرف نفسك، ما بتعرف مجتمعك، ما بتعرف بيئتك الطبيعيه المحيطه بك، يبقى اللي بيحصل شنو؟ انه ما بيكون عندك احساس بالمصلحه المشتركه، واذا ما بيكون عندك يعني احساس بمصير مشترك. اذا ما عندك احساس بمصير مشترك، ما بتكون عارف التحديات المشتركه في المحيط اللي انت عايش فيه، اذا بيحصل حاجه مهمه جدا، بيكون ما في احترام مشترك، وهذا ما يحدث بالضبط. واذا دي الدعوه بتاعت انه انا يعني واحد منكم، لماذا يعني أثمن المبادرات القائمة على البحث العلمي، وأنا لست بشيء لكن معكم، مع أهل السودانيين ومعكم أبناء وبنات الشعب السوداني، علينا في هذا العصر، عصر العلم، أن نعمل العلمي في كل شيء عشان نستطيع أن نخلص إلى صيغة للعيش السلمي المشترك تودينا إلى النهضة والحضارة. تلك يعني مقدمة مني عشان أقول يعني أهمية البحث العلمي، وإنه ليس مسألة كمالية أو رفاهية أو فانتازيات يعني بيعملوها المثقفاتية. وللأسف إنه تم تشويه، يعني تم تشويه صورة البحث العلمي عندنا
لأنه برضو كمان نحن البحث العلمي نفسه عندنا من حيث المبدأ غير معروف، يعني غير أصيل. ما عندنا مراكز بحث استراتيجية، ما عندنا جامعات حقيقة بتعمل على توطيد البحث العلمي وجعله حالة شعبية يحسوا بها الناس ومن خلاله ينتجوا أدوية، ما قاعدة تحصل من خلاله ينتجوا فهم في الفيزياء والكيمياء والرياضيات وفي علم النفس وفي الفلسفة وفي القانون، لغاية السيدة ما عندنا. لذلك نحن دواغعنا يعني العملي في السودان إنه نحن دولة ومجتمع متخلفين تكنولوجيا، لا نقول ثقافيا طبعا أبدا، لا، الثقافات كلها محترمة، لكن نحن متخلفين تكنولوجيا. دي ستيل مقدمة، وأتمنى إنكم إنه سامعيني. هل دكتور أنور رئيس الناس سامعيني؟ مسموع سامعيني؟ مسموع ومتابعين في الفيسبوك، تفضل يا أستاذ. جدا جدا جدا. طيب أنا دي طبعا حلقة أولى، بقول إنها هي تكون تعارف وتعريف، وبالتعارف والتعريف ما بعني تعارف شخصي، إنما نتعرف على الحالة بتاعتنا، يعني الحالة السودانية، الحالة الاجتماعية والحالة السياسية والحالة الاقتصادية والحالة الثقافية بدون إسراف. نتعرف على الحالة اللي احنا دايرين أصلا نشخصها عشان بعد ذاك نطلع بالحلول العملية ونطلع بتفسير لا توصيف، إنه نحن نقدر نفسر الحالة اللي احنا عايشينها. الحالة بذاتها هي المجتمع السوداني طبعا، المجتمعات السودانية طبعا، لأن المجتمع السوداني ما واحد، ده مجتمع متعدد. يبقى نحن عندنا لكن دولة اسمها السودان، دولة كانت 1,000,000 ميل مربع وانقسمت إلى دولتين، معناتها هناك مشكلة في مرض ما، يعني الانفصال حاجة ما كويسة. يبقى يعني لأنه دائما الكويس هو الوحدة، انفصال معناتها في مرض كان. يبقى المجتمع بتاعنا عنده بروبلم طبعا، عنده يعني حالته الصحية وعنده جمالياته وعنده إشراغاته وعنده ما قدمه للبشرية في الماضي والحاضر وما يستطيع أن يقدمه، لكن برضو نحن دايرين نفسر الحالة كلها. حتى عندنا في السودان في الوقت الحاضر كان عندنا ثورة وما زالت الثورة متواصلة، وفي اللحظة الحالية دي عندنا مرحلة انتقالية، يعني نحن الشعب الوحيد في اللحظة الحالية فوق كوكب الأرض اللي عنده مرحلة انتقالية، يعني ما عنده حكومة لا عسكرية بانقلاب كما يحدث في المناطق الأفريقية والشرق الأوسطية، إنه في انقلابات عسكرية بتحدث، وهذه برغم سوء هذه حالة أيضا طبيعية. نظام عسكري بيستمر في ليبيا 40 سنة، بيستمر في مصر 40 سنة 50 سنة، بيستمر في سوريا لغاية الساعة، لا نقول شيء ما بنغيم، لكن يعني دي برضو حالة طبيعية. في ديمقراطيات برضو حولنا سواء كان في أفريقيا أو في الشرق البعيد الأقصى زي الهند وماليزيا غيره، ديمقراطيات حكومات منتخبة، دي برضو حالة طبيعية. نحن في السودان بس ما عندنا حالة طبيعية، عندنا مرحلة انتقالية على أمل تنقلنا إلى المرحلة الطبيعية المأمولة، أن تكون هناك ديمقراطية، انتخابات تجيب برلمان شرعي يعني بيرضاه الشعب، نتحول إلى حالة طبيعية. الآن نحن ما في حالة طبيعية، ده على المستوى السياسي. والسيل على المستوى السياسي نفسه، يعني نحن عندنا مشكلة في دارفور، عندنا مشكلة وعندنا محكمة جنائية، يعني من الدول القليلة في العالم في أفريقيا وفي الشرق عندنا محكمة دولية وفيها شخص من النظام السابق الآن قاعد في لاهاي، وأنا أحدثكم وإنت نفسك قاعد في لاهاي يا أستاذ محمد. أيوة تماما، أنا نفسي قاعد في لاهاي من المحكمة الدولية، مني 3 كيلومتر تقريبا كانت ورحلوها السعودية 5-6 كيلومتر. أنا شخصياً ما عندي يعني علاقة فيزيائية أو عضوية أو أياً كانت علاقة بالمحكمة الدولية، ولكن عندي آراء زي كل السودانيين مع وضد وكده، يعني بس ما أكثر من كده. لكن أنا بتحدث بأنه نحن عندنا سيتويشن عجيبة جداً في اللحظة الراهنة، عندنا بالإضافة للقضية بتاع الدارفور والصراع الحصل الدامي والمؤسف الحصل فيها،
عندنا صراع يعني قبل قضية دارفور كان بين الشمال والجنوب، وعندنا الصراع بين جبال النوبة حرب أهلية والنظام السابق والأنظمة السابقة، وعندنا حرب أيضا أهلية كانت في النيل الأزرق، وعندنا حرب أهلية كانت في شرق السودان كان يقود مؤتمر البجة والأسود الحرة وقوات التحالف السودانية. أنا كنت عضو في قوات التحالف السودانية، وكنت ليس عضوا فحسب، كنت عضو المجلس المركزي لقوات التحالف السودانية. بتشوف أنا بحاول أوريك الصورة كيف شكلها الآن في شمال السودان الأقصى. عندنا حركة اسمها كوش، حركة ناشئة جديدة عمرها 17 سنوات. دي أنا بحاول أوصف لكم الحالة اللي احنا دارين نتحدث عنها لقدام في هذه الحلقة وفي الحلقات المقبلة إن شاء الله، ربنا هون من رأيتم هذا مفيد. وبعد ذاك عندنا كمان شنو؟ عندنا مهجري المناصير عندهم حزب، ده برضو في الشمال. في الوسط برضو في أحزاب بتنشأ، في صراعات بين الأحزاب السياسية، وحزب الأمة بجنب عضويته في قحة الحاضنة السياسية للحكومة الانتقالية، ولا نقول شيء، لكن هذا يعني ما بنغيم هسه، احنا ما في مقام التقييم، لكن بحاول يعني أقول الظاهرة شكلها شنو. تجمع المهنيين قاعد ينقسم، أنا بتحدث بس عن الظاهرة السياسية لسه ما جينا لبقية الظواهر. يعني صراعات بين الأحزاب الأيديولوجية الاشتراكية ككتلة زي الحزب الشيوعي والناصري وحزب البحث العربي الاشتراكي، دي كلها كتل اشتراكية بتقوم على الأيديولوجيا الاشتراكية. هذه الكتل متصارعة ومتنافسة مع بقية الأحزاب الليبرالية، وبيناتهم رؤى سيئة وبيناتهم شكل عديد بنشوف في المناظر. ثم ماذا إذن؟ هنالك أيضا صراع بينه وبين الطائفية غدير، وطبعا الطائفية أصيلة وأقدم، يعني دي كلها التيارات الاشتراكية والتيارات الليبرالية حديثة طبعا نسبيا في السودان ووافدة، ولا نقول شيء إذن ولا نقيم هنا برضو، لأنه نحن جزء من العالم نتأثر به ونؤثر فيه، ولكن الطوائف والطرق الصوفية أقدم وأكثر أصالة في الوجود. وكذلك عندنا أحزاب بتقوم على السند الغبلي، وهذه الأحزاب زي ما موجودة في الوسط النيلي موجودة في دارفور وموجودة في جبال النوبة وموجودة في شرق السودان. مؤتمر البيجة اسمه عديل، مش حركة شعبية بتتكون من الدينكا والنوير والشلك وغبائل أخرى ونحن نحترم، واسمها الحركة الشعبية. ده في شرق السودان في حزب محترم جدا اسمه مؤتمر البيجة. حركة كوش في شمال السودان الأقصى بتتكون من مين؟ بتتكون من المحث والحلفاوين والسكوت وبعض الضناجلة. حركات دارفور 120 حركة كلها جايبة على السند القبلي. عبد الواحد محمد نور صديقي العزيز والمناضل الجسور هو من عرقية الفور، وحركة تحرير السودان التي يقودها أنشأها هو وأنشأوها شباب من الفور، ولكن هي تقول بمنافسته وعندها ميثاق وطني وتنادي بحقوق الإنسان وتنادي بالعلمانية وتنادي بالقيم الحديثة، لكنها الواقع شنو؟ انطلقت أعضاء الأساسيين والناس اللي أنشأوها والناس اللي بيقودوها من عرقية الفور. كذلك لما نجي لحركة العدل والمساواة، خليل سابقا عليه الرحمة، جبريل حاليا، مناوي حاليا، بكل حركات مستندة إلى مين؟ مستندة إلى العرقية أو قبيلة الزغاوة، ولكنها أيضا تقول بأفكار إيجابية وأفكار وطنية وأفكار متطورة، وهي ذات داخلة ممكن تكون في ديمقراطية أفضل من بقية الأحزاب. يعني ده يعني شنو؟ تثوير القبيلة. أنا هنا دار أقول شنو؟ هسه أنا مشيت للمجتمع، إن المجتمع نفسه مجتمعنا مقسم على أسس عرقية قبلية عشائرية، ومقسم على أسس غيبية طرق صوفية وطوائف، ومقسم على أسس حديثة المدنية الحديثة اللي بتمثل النغابات والنوادي وإلى آخره. الأنماط الحديثة جات وافدة شوية مع العهد التركي، ثم توقفت أيام العهد الإنجليزي
وانشئت كليه غردونه التذكاريه وعملت صبغه الافنديه اللي بيجوا عندهم دور كبير جدا في السياسه في التاريخ ما كان موجود طبعا ايام الدوله السناريه وايام الدوله المهديه ما فيش كان افنديه. ديل ناس بيجوا عندهم مصلحه في السياسه ومصلحه في السوق ومصلحه في التغيرات اللي بتحصل في السودان وعندهم تاثير على الوقائع السياسيه سواء كان سلبا او ايجابا. ده الواقع الاجتماعي، انا تحدثت عن الواقع السياسي، ده الواقع الاجتماعي اللي برضه بياثر في الواقع السياسي، بياثر في الواقع الكلي ايضا الثقافي. الثقافه المره دي علاقه الرجل بالمراه مأزومه جدا في الحقيقه. ليه؟ لانه في الحقيقه جات التيارات الوعي الحديث تضارب مع المفاهيم القديمه بتاعت البنى القديمه. على سبيل المثال اي واحد فيكم شاب من الاجيال الجديده لما يشوف عمك كبير مثلا في دبي لابس عمه ومركوب جلابيه جميله جدا وشال وماشي ومرته وراه لابسه ثوبه مره تقليديه وماشي وراه متحننه ومره رائعه جدا من تشبه اماتنا وحبوباتنا هو ماشي قدامه وهي ماشيه وراه بخمسه ثلاثه امتار. ده موقف عجيب بالنسبه للشباب الجداد ما بيعملوا، مفترض انه زوجتك بتمشي جنبك او خطيبتك بتمشي طوال ملاصق عليك او بالجنبه وتكون تتحدثوا. الصوره الثقافيه دي ده ملمح ثقافي اجتماعي بعدين اللي قدام في المستقبل هنحلله. في الحقيقه الملمح ده انت بتشوفه في الخارج، لكن انت اللي بتدعي الحداثه وحبيبتك ماشيه جنبك المشهد ده قاعد في راسك. لانه ده جزء من التركيبه النفسيه. انت صح ماشي مع حبيبتك محاذاه لكن في الحقيقه ما تخلصت من المشهد ده. لقدام ما بالضروره في الحلقه دي هنتكلم عن كل المشاهد دي وحنضرب امثله عديده. انا لسه قلت الليل انا بعمل في شنو؟ انا بعمل في مجرد يعني تعارف وتعريف للحاله اللي احنا دايرين نتحدث عنها، دايرين نشخصها ودايرين نفسرها. اصلا احنا بنعمل في توصيف، لكن في هذه الحلقه اذا لقينا وقت وفي الحلقات الجايه حنعمل تفسير للحاله ونمشي في عمقها جوه، نشوف شنو الجميل والصحيح، نمشي خلف الحاله، نمشي من وراها، نشوف يعني شنو الدم المسكوب والالم والصراع ده جاي من وين، خلفيته شنو، ونشوف برضو كمان الجماليات والحاجات المشرقه اللي بيتحدث عنها الاخرين العرب والافارقه وحتى الاوروبيين، انه كيف الانسان السوداني ده مدهش ومبدع ومتسامح بعد الحروب والدماء والدمار ده كله والانشقاقات والعداوات التي نراها بيننا. بعد ذاك الاخرين عندهم فهم غريب جدا انه الانسان ده غريب عجيب، انسان مدهش يقول لك امين الراعي رجع القروش، رفض يبيع الغنمايه في السعوديه ودب جتوه مغالات، والسوداني مشهور جدا في الخليج العربي انه كامين يعني وانه يعني طيب وانه هو لا يتنازل عن مبادئه والثابت. في العراق كان معروف حتى في مصر ان السوداني طيب يعني عنده خصائص محدده. لما هنا نحن حتى في اوروبا يعني انا قعدت في اوروبا يعني زمن كفايه عرفت بأن الأوروبيين اللي عرفونا بقولوا لنا أنتم مختلفين أنتم عجيبين شوية. ده كله بعدين حنجي نعرف ليه ده حاصل، ليه بالضبط نحن كده. ده يعني أنا وأنا لا شيء، أنا زي ما بقول لكم يعني جزء منكم، عندي بحث اسمه سيكولوجية الزول السوداني، ولكن هذا البحث ما جاء يعني صدفة بضربة لازم، إنما جاء بعد معاناة محددة. أقول لكم كيف، ونحن بنقول تعارف ها، وأتمنى إنه التعارف ده تخصوه في خواطركم لأنه لقدام هيكون المرجعية لكلامنا في المستقبل للحلقات المقبلة. في الحقيقة أنا لم أكن باحثا، أنا تخرجت من جامعة خرطوم أنثروبولوجيا وطوالي طلعت من السودان غاضب من النظام السابق ودايرة حارب، مشيت حاولت أمشي الحركة الشعبية ما قبلوني، خافوا مني الوقت داخل الأمانة يعني إنهم هم شافوني شاب كده صغير ومتحمس. أنا مشيت لهم في الحقيقة قلت لهم أنا داير أنضم للحركة الشعبية كمغاتل، خافوا مني افتكروني ممكن يكون مزروع ولد جاي من الشمال وصغير وما معروف من أمه عنده تاريخ وما جاي مزكى من أي حتة فما قبلوني.
بعد شويه فتشت فتشت مشيت عرفت في حاجه اسمها قوات التحالف السودانيه بقوده عسكري اسمه عبد العزيز خالد له التحيه، وقابلته في القاهره، ولما قابلته كان معي محمد خير الصحفي ذاك، عرفته بالصدفه، ومشيت اتقدمت لقوات التحالف السودانيه وقبلوني بعد شويه، واشتغلت معاهم في الجانب المدني والجانب السياسي وهكذا لمده 7 سنوات، ثم استقلت من قوات التحالف السودانية. وبعد ذاك عملت ايه؟ اشتغلت في الديفلوبمنت في مجال التنمية، واسست منظمات وتعاونت مع منظمات هولندية زي اوكسفام نوفيج وكورتيد وايكو، وتعاونت مع وزارة التعاون الدولي الهولندية ووزارة الخارجية الهولندية، وعملنا مؤتمرات مشتركة تخص القضية السودانية وتخص قضايا العالم الجنوب بيسموه نقول للوضوح العالم الثالث يعني، ولاتين امريكا ايضا معانا. اشتغلنا واسسنا كمان منظمه كبيره بتجمع كل الاجانب في هولندا اسمها دايسبورا فورم، موجوده لغايه هسه. ماذا حدث اذا؟ في لحظه ما انا بقيت افكر في ده كله انا بعمل في شنو، لقيت انه في حاجات كثيره انا ما فاهمها، حتى كلمه مجتمع مدني انا ما فاهمها، يعني شو مجتمع مدني؟ لانه مرات جبت باسئله زي دي غلبني اجاوب، يعني شنو مجتمع مدني عندنا في السودان؟ يعني دي حاجه عجيبه بتبدو انه الناس معروفه، يعني انت ممكن واحد يشد يقول لك ما معروف يا اخي المجتمع المدني هو المنظمات الكده كده، لكن لما كده القصه دي معقده اكثر من كده، لقدامك تحس انه القصه دي معقده اكثر من كده، لانه نحن ما عندنا مجتمع حديث بيشبه الاوروبي، التعريف البسيط اللي بنقول فيه ده حق الاوروبيين، بيشبه المجتمعات الغربيه، لان السيت اب السوشيال سيت اب والبوليتيكال سيت اب مختلف بتاع توتالي عننا. نحن لغايه عندنا العشيره والقبيله والطريقه الصوفيه، وده المؤثرين تاثير شديد في الثقافي والاقتصادي والسياسي وفي السوق والبزنس وفي كل حاجه. ديل بتتولد عنهم بنيات مدنيه ما حديثه، لكن بنيات مدنيه كيف دي خليها ما هنا في اوروبا هم وصفها مجتمع مدني، لذلك ما بيساعدوها. ده اللي قدام انا جابني انه اكتشفت بانه نحن مجتمعنا اذا مختلف. طيب مجتمع مختلف كيف؟ ده وداني اعمل بحث اسمه المجتمع المدني، البحث اسمه الانسان والمجتمع والدوله نحو افق جديد، ده العنوان العريض بتاعه، ودول البحث اشتغلته، لكن هو عن المجتمع المدني، لكن كلمه المدني دي بيصبغ المجتمع. المجتمع معناته في مجتمع ده شنو اذا؟ ده وداني لانه اعمل بحث استمر 9 سنوات لغايه الساعه اسمه سكان السودان. اشتغلت كل الممكن لحد 20 40 50 الف سنه لورا. الارض دي كان بتكون منه والتحولات اللي حصلت فيها. منذ ذلك الزمان كل الممكن جمعت اي ماده ممكن كتبها انسان على وجه الارض، استطعت اجمعها جمعتها. ثم ركبتها كلها مع بعض وبشكل مستمر، يعني بكتشف حاجه جديده لحد ما وصلت للتركيبه الحاليه هسه. في جزء كبير من البحث منشور، والبحث بتاع المجتمع المدني والدوله جزء كبير جدا منه منشور، اتليست كرو ماتيريال. ثم داخل البحث بتاع سكان السودان، وده بحث كبير جدا، جات منه اللغه العربيه. اللغه العربيه دي من وين جات لنا؟ إذا يا دكتور أنور عندك أي مداخلة أو أنا أسرفت ممكن توقفني أو توجهني. لا أبدا، أنا ما دايركت أقطع الحبل بتاع أفكارك ولا طريقة السرد، لأنك كنت عندك خطة. جدا ما مشكلة، أنا يعني أنا بس نحل أي زول يقاطعني، أنا أفكاري يعني إن شاء الله روحي سلبة وما عندي مشكلة بدعي، برجع ثاني لأفكاري. الموضوع مهم جدا وإحنا دايرين نفهم بصورة كاملة. جدا طيب، انا ده قلت لانه ده تعريف وتعارف بالحاله، يعني الحاله العامه. طيب انا بحث السودان جابني للغه العربيه، بحث سكان السودان، وده بحث كبير جدا ومتعب ومرهق جدا، لانه المراجع اللي ورا كل ما تمشي لورا بعيد شحيحه، ولانه اللغات السودانيه مثل اللغه المرويه لغايه تسع شفرات ما حلت عشان نحن نقدر نعرف كل شيء بالتفصيل، كل الحاجات كتبوها عننا الناس، بنلقاها في اليونانيه وبنلقاها في العبريه وبنلقاها في الانجليزيه وبنلقاها في الفرنسيه لغايه الساعه، وتوثيقنا ضئيل باللغه العربيه لان اللغه العربيه نفسها حديثه في السودان. السودان فيه لغات عريقه وقديمه وفيه حضارات قديمه، لكن اللغه العربيه اللي احنا بنتحدثها دي
حديثة في السودان ما أكثر ما سادت قبل 1700 سنة بس، يعني قبل 300-400 سنة بس في الحديثة. حتى ديورين الدولة السنارية الفون نفسه ما بيتحدث اللغة العربية، ومعظم الفون نفسه ما كانوا مسلمين، كانوا وثنيين لحد العام 1800، وفوهم ناس وثنيين لغات السعر. ونحن لا نغيم ولا ندين طبعا ولا بنعلي دين على آخر، ما في تغيير هنا. أنا بحاول أقول الحالة لأنه لقدام حنشرح الكونتكست ده كله لقدام عشان نجي نصل لغات السعر. السيكولوجية المخيال بتاعنا ده بيجي كيف، أشكالنا ده بيجي كيف، لبسنا وجلابيتنا والبدلة البسنام فين، والمركوب الحاجة دي صنعناها ذاتهم فين وبقت كيف، عشان بعد ذات يشكل مخيارنا وتصرفاتنا وتشكل البوليتيكال سيت اب بتاعنا. طبعا مؤكد أرجع للغة العربية. اللغة العربية سادت بتحدث عن التوثيق وأزمته. لما أنا جيت عن أتحدث عن سكان السودان مشيت طبعا للغات برضو، واستشفت بأن اللغة العربية سادت في الوسط النيلي، سادت في الوسط الوسيط فقط، في حين انه البجا اللي هم اقرب للسعوديه عندهم لغتهم البدويه لغات السع، والفون اللي هم حكموا باسم الاسلام والعروبه عندهم لغتهم لغات السع اسمها البرتي، يعني اللغه العربيه ما ام. شمال السودان الاقرب لمصر الحلفاويين والنحت والسكوت والزناقله عندهم لغتهم الأم لغات السعر واللغة العربية مجرد لغة تواصل. لما تمشي غرب السودان طبعا مؤكد بتلقى الفور العربية الكبيرة المحترمة والزغاوة، كذلك تلقى المثاليس والبرجد والبركي وغيرهم، يعني قبائل كثيرة جدا لسه محتفظة بلغة الأم لغة غير العربية. البركي ممكن يكون فقدوا لغتهم لكن كان عندهم لغة قريب، هم برضو في دارفور عربية محترمة، في دارفور أسامة غيره، يعني من القبائل اللي عندها لغات الأصيلة وبتتحدث اللغة العربية لغة أصالة. لما نجي جبال النوبة كذلك، يعني 99 جبل فيها لغات عديدة واللغة العربية هي لغة تواصل. لما نمشي جنوب السودان طبعا القصة واضحة إن هنالك عربي جبا ولغات عديدة أم، إلا الوسط النيلي. إذن لماذا ومتى وكيف سادت اللغة العربية كليا في الوسط النيلي الوسيط دون غيره من أرجاء السودان الأخرى؟ طيب معلش عشان نكون معاك يا استاذ محمد، جداً انت بتقول أيوة الوسط النيلي الوسيط. نعم كانما في وسط نيلي ثاني ما وسيط. ايوه نعم نعم نعم، ما لانه انا بحاول اقول ايوه صحيح جدا جدا، لانه الناس لما يقولوا الوسط النيلي طوالي بضموا له المناطق من زنقلة والتماشي لغايه حلفا، وانا دي استثنيتها في اللغه العربيه. لما اتحدث عن اللغه العربيه لانه دي اللغه العربيه عندهم ما ام وهم موجودين في الوسط النيلي، لكن انا بقول الوسط النيلي الوسيط وبعني به المنطقه من جنوب دنقلة لغايه يعني جنوب السودان، وبعني به المنطقه من سنار لغايه مثلا قول ارجاء دارفور. المتحدث اللغه العربيه بالاصاله، لانه دارفور برضها فيها قبائل متحدث اللغه العربيه بالاصاله. أو في الحقيقة أنا داير أهرب من القصة بتاعت مثلث حمدي لأنه إشارات سلبية جدا فيه. أنا بتحدث عن اللغة العربية تحديدا لأنه مثلث حمدي كان المخطط له بنعرف ذاك وخلونا منه هالساعة بيقوم حدوده من بورسودان لغاية كردفان ومن كوتسي لغاية حلفة، وده دخلين منه. أنا بتحدث عنه اللغة العربية سادت في الوسط النيلي الوسيط دون غيره. حتى في كردفان ما سادت لأنه جنوب كردفان في الحقيقة بتتحدث لغة مختلفة، النوبيين بتتحدث لغة نوب الجبال، بالتالي حتى اللغة العربية في كردفان ما سادت بشكل كامل زي الوسط النيلي الوسيط. هذا معنيه السؤال ده، لماذا سادت اللغة العربية في الوسط النيلي الوسيط وكيف ومتى؟ السؤال ده سألوا البروف العظيم قبلي عبد الله الطيب وقال ما لقى إجابة. أنا حاولت الإجابة ولقيت الإجابة بما أستطيع، ما حنتحدث عنها هسه ده موضوع طويل جدا، لكن اللغة العربية سادت في الوسط النيلي الوسيط فجأة، عكس ما لقيت، عكس تصوري أنا وعكس جميع التصورات اللي لقيتها مكتوبة إنه اللغة العربية سادت ببروسيس وجل متصوفة وجات هجرات وكلام زي كده. الكلام ده طلع ما صحيح. انه بشكل مختصر كده اقول لكم انه اللغه العربيه سادت في حدود العام في الوسط النيلي الوسيط في حدود العام 1500 الى 1600،
يعني حدود 50 سنه في الفتره دي، من 1500 تحديدا ل 1550، سادت فجاه كيف في نفس اللحظه دي تزامن وصول جماعات من المماليك متحدثه اللغه العربيه بالاصاله، وهم شركس والبان لكن متحدثين اللغه العربيه بالاصاله، بعد المذابح اللي حصلت لهم في القلعه سنه 1920 وصل زي 4 5 آلاف اعداد منهم الى الوسط النيلي. وبعدين لقدام حنقول ليه الوسط النيلي الوسط. وبعدين في نفس اللحظه ديك انهارت الاندلس سنه 1498، يعني في 1500 ميلاديه في نفس التزامن جاءت جماعات عددها نفس العدد ده تقريبا 4 5 آلاف شخص، كلهم 8 آلاف. ال 8 آلاف دول بيعملوا انقلاب لغوي. ايوه نعم، لسببين. السبب الاول، اولا المنطقه اللي بعنيها دي ما كانت ماهوله بالسكان. ام درمان كان عدد سكانها تقريبا صفر، الخرطوم عدد سكانها صفر، المنطقه بتاعت جبل اولي ممكن يكون عدد سكانها بيكون 300 400 نفر، منطقه الجزيره غير ماهوله لانه كانت مستنقعات، والخرطوم كانت مستنقعات، وام درمان طبعا مؤكدا شاء المهدي عليه السلام ولم تكن موجوده، كانت قبل المهديه ب 50 70 سنه كانت قريه عدد سكانها ممكن يكون 150 نفر. بالتالي العدد الجده كان اكثر من عدد السكان الموجودين في لحظه ما في الوسط النيلي الوسيط. استطاع أن اللغه العربيه تسود فجاه. طبعا في جماعات عربيه اقدم، لكن الجماعات العربيه دي في شرق السودان وفي مناطق كثيره في شمال السودان لم تستطع ان تعمل انقلاب لغوي، ولا في دارفور. دارفور فيها وجود عربي قديم جدا، لكن ما استطاع يعمل انقلاب لغوي بالكامل زي اللي حصل في الوسط النيلي الوسيط. ثم انه السبب الثاني ليس بس عدد الجماعات الجات كبير مقارنه بما يوجد في عدد السكان في الوسط النيلي الوسيط، ليس ذلك فحسب، انما الجماعات الجات دي كانت جيوش منظمه، كان عندها يعني كان عندها احساس حضاري، وكان عندها تماسك، وكان عندها وعي تكنولوجي، لذلك استطاعوا يديروا البزنس، واستطاعوا يعملوا الزراعه، واستطاعوا يعملوا الرعي بطريقه منظمه في الحته دي. لذلك انتصروا. ثم بعد ذاك هم عملوا شنو؟ انتصروا للايديولوجيا بتاعتهم، وانتصروا للعرق بتاعهم، بحيث انه جماعه كانت منظمه وكانوا في لحظتها غير منافسين على السلطه السياسيه. يعني لو تلاحظ ملاحظه مهمه، كيف الكلام ده؟ ايوه كانوا غير منافسين في السلطه على السلطه السياسيه. جو بيشير معرفه فقهيه ومعرفه خبره في الزراعه وخبره في ادوات الحرب وخبره في الرعي كمان الحديث بالمقارنه بالزمن ده، وما كانوا منافسين على السلطه السياسيه. واقول لكم الدليل انه في الحقيقه الجماعات دي دائما كان في التاريخ الحاكم منه جماعه الانديجينس جروب بتاعت السودان. لحد العام 1821 كان اليد العليا للفون، وكان دائما في سلطنه الشلوك. على مر التاريخ كان في سلطنه اسمها الشلوك موجوده من كوستي والتماشي على حدود الجنوب، والشلوك في التاريخ طبعا كانوا في جبل اولية، ده كله حنتحدث عنه لقدام في التاريخ الصحيح. منطقه جنوب السودان الحاليه دي ما كانت صالحه للسكن اصلا. وبعد ذاك شوف انا هنا يعني بقول شنو. طيب يا استاذ محمد، انت في ملاحظه كان بتذكر قالها بروفيسور جعفر مرغني في سلسله اضواء الحضاره السودانيه، انه العواصم السودانيه كانت بتتجه باستمرار نحو الجنوب، اللي هي بدت من اقصى شمال السودان وجات لحد الوسط ومشت لحد ما وصلت المبيض، مش كده؟ كوريكت كوريكت طبعا ايوه، لعوامل سياسيه وبيئيه، انه في الحقيقه الحضاره كانت الحضاره كلها بترحل ناحيه الجنوب، وفي الحقيقه هنا نعني الجزئيه السودانيه من الحضاره، يعني في الحقيقه هي المركز بتاع الحضاره هو طيبه واسوان ونبته، كان في التاريخ ده كلهم في الماضي ما كان في حدود، لكن الحضاره كانت اصلا وين؟ المركز بتاع الحضاره السودانيه الفرعونيه المصريه، هم حاجه واحده، المركز الاساسي كان بتاع منطقه نبته وحلفه واسوان وطيبه، دي المناطق الاساسيه كانت بتاعت الحضاره ومنشاه والمركز الاساسي بتاعها. المركز ده ضربه التصحر، وثم كثرت في الصراعات. الحضارات لما تنشا وتبلغ قمتها كما قال ابن خلدون وكما تكون معلوم،
بيحدث فيها تنوع يصعب إدارته، وده اللي بيؤدي إلى هزيمة الحضارات وتلاشيها، كما حدث الحضارة الأغريقية والرومانية والحضارة المروية، كل حضارة الثمان اللي ذهب أدمك غيره. أرجع لك للبوين بتاعتك، إنه في الحقيقة المنطقة دي ضربت تصحف، ففي ناس مشوا الشمال البنوا الإهرامات الجيدة، هنالك في تجارة أفضل، وهنالك برضو في مياه أفضل في الدلتا في الناحية بتاعت الشمال البعيدة الأقصى اللي هو الجيزة اللي اتعملت فيها الإهرامات الكبيرة دي. دي الناس انقسمت، وفي ناس رحلت ناحية الجنوب. ناحية الجنوب إنه أولا رحلت الحضارة إلى مروي، من الدفوفة جنب حلفة رحلت إلى مروي، مروي اللي هي جنب شندي، المروي الحضارة المروية مش مروي المدينة، لا الحضارة المروية في جبل البركل، في اللي هي الحضارة الأسسة الملك العظيم الثماني، أول ملك في التاريخ عمل دولة علمانية في التاريخ وفصل الدين عن الدولة هو أركماني. الأركماني ده هو طبعا هو صنع الإله بادمك إله الحرب، ودعا بدو السودانيين 600 سنة، وكان قبله طبعا الإله أمون بقصة ثانية. الحضارة بعد ذاك من مروي انتقلت إلى علوة في توبة، يعني دائما طبعا في بواغي هناك المغرة ونوبات، يعني كانوا أضعف من بتكون ماشية على الجنوب، كانت أغوى علوة، وبنشوف عارفين المكهون دي كتب عنها ابن بطوطة كيف البيوت من القرميد، يعني الطوب الأحمر الوقت دافع يعني طوب يعني زمن بعيد. وبعد ذاك انتقلت وين؟ إلى الجنوب دائما إلى سنار وهكذا. وأنا بتوقع بعد 500 سنة هتنتقل إلى جوبة بعد وحدة جديدة، لأنه وليس ما بتنتقل كمان بس لأسباب البيئية، بس برضو للأسباب الصراعات السياسية برضو. دائما الجنوب جنوب الجنوب الحرفي الجغرافي كان دائما فيه مياه أفضل، كلما التصحر يضرب المنطقة المناطق في الشمال بيكون دائما في متسع في الجنوب، لأنه كمان في مستنقعات بالجف بتستوعب سكان جدد وهكذا يعني. وده وتلك هي الموضوع، الكلام ده كوريكت صحيح جدا جدا و... طيب انت ذكرت اسي في معرض كلامك حاجه على الانديجينس السكان الاصليين الليله، قد يعني أيوة. يحاجج واحد انه والله يا اخي العرب دي جونا من برا وهم ما السكان الاصليين، ويقول واحد ثاني أيوة. والله يا اخي النوب النوبيين الموجودين في اقصى شمال السودان هم السكان الأصليين، ويحاجج واحد تاني لأن السودان الحديث بشكله الأسي ده يتعمل في 1916 مش كده، بعد ضم دارفور إدارياً للسودان بواسطة الإنجليز ولا شنو؟ صحيني لو أنا غلطان جداً، بس خلينا في الشباك لأنه جايب لي الشمس كده تمام، بس أسف جداً جداً جداً. عندكم شمس أسيتو في لاهاي؟ عندنا أيوة الليلة أيوة طبعا الشمس هنا حاجة بديعة جدا طبعا. الشمس هنا فاكهة الحياة، يعني الناس دي بتسعد وتتناسل وتبدع، والزهور وكل حاجة بتنشأ مع الشمس هنا. بعدين ده موضوع ثاني حول سيكولوجية الزول السوداني، حاجيك للبون بتاعتك اللي قدام في المستقبل. هنجي المعلومات مهمة جدا إنه المناخ طبعا عنده أسير. علاقة أيوة طبعا علاقة بالسيكولوجية بتاعت البشر طبعا. والمناخ هنا مثلا نحن عندنا هنا دائما السماء قريبة جدا، السماء ما بعيدة هناك، نحن مخيالنا مربوط بكمية من العوامل اللي قدام حنتحدث عنها، غيبيات النجوم المفتوحة، الفضاء هنا الفضاء قريب، ما بتشوف السماء يعني، ما في نجوم، ما في قمر، ما في الشمس زادة بكلها في السنة بتطلع مرات 15 مرات بس. فدي القصة نحن نتحدث عنه لقدام. أرجع للعرب الانديجينس وما العرب هو انديجينس جروب. أيوة طبعا أولا ما في حاجة اسمها سكان أصليين بمعنى إنه هنالك شخص عنده حق وآخر ما عنده حق، طبعا ده كلام ما صحيح. في سكان أقدم وفي مهاجرين في التاريخ دائما، والمهاجرين ديل طبعا عندهم نفس الحقوق. بعدين المهاجرين ديل ما موجودين ناس تشوفهم، المهاجرين ديل في دمنا يعني الجوانا في الحقيقة، ما برا يعني ما في ناس برا تشوفهم برا، ديل عبية وديل نوبيين وديل عرب في الحقيقة. الناس ديل في اختلاط تم وما في صفاء عرقي، لكن طبعا من ناحية أكاديمية في indigenous groups في جماعات ما جات مهاجرة في التاريخ المعلوم بالنسبة لي، ما
ممكن تكون جات في الماضي الصحيح. الجماعات دي انا حددتها في الاجزاء اللي انا عملتها في بحث السودان اللي هو اللي هم النوبيين في شمال السودان والبيجا في شرق السودان والفوج والانقسمه في النيل الازرق والنوب الجبال والفور في دارفور والزغاوة والمساليت والبرتي والبرقد والشلوك في جنوب السودان. الشلوك ديل كانوا في يوم من الأيام موجودين في جبلولية وكان عندهم سلطنة الشلوك آلاف السنين، كانت جزء وموازية للممالك الفرعونية. بعد ذلك أول مهاجرين وصلوا السودان على وجه الإطلاق هم الأغباط، وديل وصلوا يعني جماعات بشكل جماعات وصلوا السودان في حدود العام مثلا نقول قبل الميلاد يعني قبل المسيحية، ثم جوا بعد المسيحية بكثافة وهم كانوا السبب المباشر في انه السودانيين يتحولوا من عبادة السودانيين في وسط النيل يتحولوا من عبادة الإله أبا دمك إلى عبادة المسيح، والمسيحية سادت في السودان 1000 سنة والأغباط موجودين في السودان منذ ذلك الحين وقت طويل جدا. وكانت جميع الكنائس الموجودة في السودان وجميع الطبقات الحاكمة أيام 1000 سنة أيام العهد المسيحي الممالك بتاعت علا ونوباتيا والمغرة كانت اللغة الرسمية هي اللغة الغبطية. وإذا ماذا بعد ذلك بشكل مستمر كانت بتجي هجرات من الجزيرة العربية وبتجي هجرات من الصحراء المصرية، الكلام ده بدري قبل الإسلام، ولكن بعد الإسلام بمسافة من الزمن ساءت الظروف الطبيعية في غرب الصحراء الغربية في مصر وفي صحراء سيناء وفي أجزاء كبيرة جدا من شمال جنوب مصر ساءت، فكانوا بشكل مستمر في قبائل بترحل إلى كردفان وبترحل إلى دارفور في المقام الأول، ما جوا الوسط النيلي. الوسط النيلي جوا ناس غير عرب لكن كان لهم أبيض أكثر من العرب، جوا العبيد البيض بياض شديد جدا من سلوفاكيا اللي هم الألبان والشركس، ديل جوا الوسط النيلي اللي هم المماليك. المماليك هم كده يعني في الحقيقة التاريخ كان كده، كانوا هم المماليك. بس عشان نضبط المصطلح المماليك عشان نضبط المصطلح مقصود بهم شنو المماليك؟ مملوك يعني شنو؟ أيوة المماليك هم الرقيق الحكموا مصر في الفترة من 1250 إلى 1500، وديل كانوا أصلا هم الرقيق المملوكين، ثم إنهم هم تكاتفوا وامتلكوا خبرات كبيرة جدا في الجيش وامتلكوا خبرات في البيزنس والتجارة واستطاعوا إنه يستولوا على السلطة ويديروا أعظم حضارة مرت على مصر في العهد الوسيط. يعني كان أكبر لحظة فيها ازدهار وأثر التأثير بالغ جدا في التركيبة والتشكيلة المصرية وفي الخيال المصري، وأثر في السودان برضو ديل المماليك اللي هم أصلهم شركس وألبان وترك، وديل جو السودان يعني الناس اللي بيشوفهم لونهم أبيض هسح فلكات كده هم ديل ما عرب، العرب أصلا لونهم أسمر أو أحمر، وذابوا في السودان عادي جدا. العرب لما يجوا من اليمن كان أو يجوا من المناطق تحت الجزيرة العربية بيذوبوا ولونه نفسه بيختفي لأن أصلا لونهم قريب من السوداني. العرب الأصليين ممكن تشوفهم القحطانيين مثلا في اليمن على سبيل المثال. فالبيحصل إنه الشركس والمماليك هم برضو جو السودان، كان حدثتك أول من دول أغباط وجو جماعات من الصحراء المصرية عرب وغير عرب، وجو جماعات من جزيرة سيناء، وجو جماعات من الجزيرة العربية واليمن نسبة للظروف الكانت البيئية في المقام الأول، وثم بعديها بعد مسافة لكن الصراعات السياسية هكذا. بعد ذلك جاءت جماعات من غرب أفريقيا تحديدا الهوسة والفولاني زيهم زي بقية الجماعات، وجون نفس الأسباب البيئية اللي هي التصحر والجفاف الضرب المناطق دي كان بتربط بشكل مستمر في التاريخ الوسيط، وما زالت جماعات بشكل مستمر بتجي من غرب أفريقيا. لم يأتينا ناس من يوغندا والعمق الأفريقي والكنغو لأنه ما في داعي، لأنه عندهم موية كفاية وعندهم أرض خصبة وعندهم أكل كفاية، ما كانوا بجي. كانوا بدون الأحباش كمان بشكل مستمر جدا لأنه الحبشة كانت بشكل مستمر صغيرة دائما لأنها كانت جبلية وما زالت جبلية، فكان بشكل مستمر الأحباش في السودان. وانا عندي تصور قبل ده قلت بشكل عاجل بانه ممكن يكون 30% من دمنا اصله اثيوبي،
ولان نعم الكلام ده، اي الكلام ده ايوه سيدي، الناس اللي بيعملوا الدي ان اي تيست ايوه بيظهر لهم انه في مكون اثيوبي. انا عندي واحد قريبي احتماله بيشاهد في اللايف ده حاليا، شاف عمل الدي ان اي تيست بتاعه وطلع له انه في مكون اثيوبي فيه، ايوه فكلنا فينا المكون ايوه الاثيوبي ده. دارين نفهم برضو ده احنا ان كلام شاء الله قدام في النقاش في انه اذا كان احنا دمنا جزء منه اثيوبي، ليه ما بيوجد الاحترام الكافي لجزء من دمنا في سلوكياتنا تجاه المجموعة ده في كلام السودان؟ ده كلام مهم جدا جدا. يعني اسمح لي انا احاول اقول لك هو راي هسي سريع. ايوه ده كلام مهم جدا. ايوه صحيح انه نحن في الحقيقه المكون في دمنا الاثيوبي كبير جدا. لكن لو تلاحظ ملاحظه مهمه جدا جدا، ما في قبيله في السودان اسمها الحبشه، ما في قبيله في السودان قاعده تفتخر بجذور الاثيوبيه، وايل انه الجعافه لغايه الساعه بيفتخروا بجذورهم المصريه. هكذا قبائل كثيره جدا، جماعات محدده بتفتخر في جذور المغربيه او النواقصيه الموريتانيه، جماعات كبيره جدا بتفتخر بجذور الماليه او النيجيريه، هكذا والعربية. جماعات ايوه جماعات كثيره جدا بتفتخر باصولها مرجعيات العربيه، ايوه سواء كان في الجزيره العربيه بالحق بالباطل ده ما موضوع، اصلا الهويه ما تغال الزول، زول قال لك انا كده خلاص اصلا الهويه ما فيها غلط لانه ما حينفع اصلا. فلكن لا توجد قبيله بتفتخر بانه هي جذوره في الحبشه. السكرت بسيط جدا، برغم انه الحبشه واثيوبيا بلاد عظيمه وعندها حضاره اكسوم وعندها حضارات سابقه، ما هو السر اذا؟ انا اكتشفت معلومه مهمه جدا بانه في الحقيقه الناس اللي بيجوا السودان دائما بيجونا من الهامش بتاع اثيوبيا، مش ناس السلطه والناس المهمين، انما بيجوا الفقراء، الفقر المدقع، وكانت بتجيبهم بشكل مستمر المجاعات او الظروف الاقتصاديه الحرجه والمعيشيه الحرجه جدا. بالتالي هم بيجوا خالي الوفاق، يعني ما بيجوا بثقه زي الصوفيه مثلا عشان بعد ذاك يفتخروا ويجي يقول لك انا جبت فلان الفلاني من احلان وجبت فلان الفلاني الفتاوي وكده، انا محمد جمال الدين حامد الفقيه فضل الله، يعني كده بنفتخر بجذورنا الصوفيه مثلا، كل ذول عنده فخره طبعا، والفخر يعني مجرد رمزي ساكت يعني. لكن المهم يعني انا بحاول اوضح الحاله، ما عدا الاثيوبيين للسبب ده لانهم هم كانوا بيجون الناس الفقراء ومن الهامش، كانوا ما عندهم شيء يقدموه للمجتمع، بالتالي ما كان عندهم برايد، كانوا الجيل الثالث ولا الرابع بيذوب وبينسوا لغتهم وبينسوا اصولهم وبيتحولوا الى بجا او شاذيه او جعلين او اي حاجه، اي جنسيه هم بيختلطوا معاها، بعد ذاك بيتحولوا يبقوا جزء منها، بالتالي هم بيذوبوا بدمنا بحنيه، وبعدين كمان لونهم بيشبهنا، بيشبه اللون السوداني برضه، بيختفوا فينا يكونوا جزء مننا، زي ما دمنا ده فيه حاجات كثيره جدا طبعا. في حاجات كثيره لما تمشي فعلا تفحص الدي ان ايه بتلقى دايما ناس 17% دي نسبه كبيره جدا بتوديك اثيوبيا. ده الفكره. تمام، طيب نرجع للعنوان بتاعنا، فهم سيكولوجيه الزول السوداني من ناحيه بتاعت نظريه دراسه علم مجال. انت بتقول والله يا اخي ده علم النفس والاصول بتاعته ومرجعياته النظريه الفلانيه الحاجه الفلانيه، ليه العنوان ده سيكولوجيه الزول السوداني؟ ما هو الشيء اللي بيحدد لنا انه ده الزول السوداني ودي السيكولوجيه بتاعته عشان نفهمه ونخضعه للدراسه؟ ايوه بالضبط بالضبط. طبعا انا اشوف يعني انت كده مشيت للايشو، انا كل الكلام انا كنت عايز الحلقه دي كلها يكون تعريف بالحاله، ولان تمام. انا خايف من حاجه، خايف من حاجه، لا لا بنرجع لكلامك، انا خايف من حاجه محدده اللي هي انه الناس بيفترضوا بانه الناس اللي بتتكلم عن الابحاث وبتتكلم عن الريسيرش واعمال العلم في الواقع وكده بيفتكروا انه ده كلام يعني بتنظير، يعني كلام بتاع انتليجنت، يعني ناس فايقين، وفي الحقيقه الكلام ده ما صحيح، ده كلام خاطئ جدا وعنده سببين اساسيين. السبب الاول لتخلفنا التكنولوجي، لانه نحن ما قدرنا نستفيد من العلوم في الواقع، نطور بها لقاحات، نطور بها زراعه كويسه، نعمل بها مكنات نسافر بها، ما قدرنا، بنستورد المكنات والمرسيدس والدقاقات بتاعت القمح والترترات من الخارج،
بالتالي احساسنا بانه العلم ما محتاج الا العلم بيسوي الزول هناك اللي بيجيب لنا الدقاقه ويجيب لنا الترتل زي ويجيب ما لنا قال الطياره الشاعر، حتى الكبره. الشاعر ود بعدين قال ما تجيب قدامنا حاجه، قال الخواجه الا يرطن فيها حاجه، مش كده؟ ايوه بالظبط نعم بالظبط، ده كلام. ايوه ايوه ده كلام عجيب، ده كلام. ايوه كده، انه بالتالي يعني دي الحالة الأولى. الحالة الثانية هي عدم الاستقرار السياسي. عدم الاستقرار السياسي بيخلي إنه هنالك أزمة، نحن دائما تنشن أزمة، في أزمة، في حرب. حرب دي معناها وش؟ مفترض توقف الحرب لأنه في زول بيضبحوا فيه أو في زول هيضبحك. يبقى ما في طريقة للتفكير والعيد، رفاهية. يبقى ده الكلام فعلا تنظير ساكت. ويجي واحد اسمه محمد جمال يقول لنا سيكولوجية الزول السوداني وناس بيضبحوا فيها، في اعتصام القيادة مثلا، حاجة خطيرة جدا وسيئة جدا ويجب أن ينال الجناع عقابهم. لكن ده تعطيل بشكل مستمر. كان حرب الجنوب استمرت 50 سنة من الدماء، ناس بيضبحوا في بعض، بالتالي ما فاضيين لعلم لأبحاث. ده كلام فارغ. انت شوف إذا بيبقى الحاجات المبدئية دي بتبقى ما عندها معنى. بعدين الناس ناقصاهم أكل ورغيف ما في وبتاع، ما بيقدروا يفكروا ليه ويسمعوا ليه كلام زي ده. ما عندهم وقت لأنهم يسمعوا علم. بالتالي وبعد ذاك الأنظمة الدكتاتورية كمان، ده العامل الثالث، بتقوم لانه هي ضد الوعي. بالتالي هي برضه كمان ما بتصرف على المناهج العلميه وما بتصرف على البحث العلمي. امس مثلا شوف تلفزيون السودان، انا مشيت تلفزيون السودان، شكرا لهم دعوني اعمل لهم يعني كلام هناك حلقه كده، وشفت حاجه مزريه. يعني اصلا يعني مبنى يعني ظلام، كهرباء، الكهرباء مولعه بس لكن لمبات ما في، عفر، وقعت في عفره كم مره. ده المبنى بتاع تلفزيون الاذاعه والتلفزيون السوداني. ليه؟ لانه التلفزيون ده بيجيب وعي، وهم اصلا بيعملوا في البيان الاول في التاريخ كله، بيجي عبود بيقول في البيان الاول وبعد ذاك مفترض ما يشتغل ثاني، ما يوعي الناس. نميري الجفاجي عملوا نفس الشيء بشكل عنيف تماما. الاغاني ذاتها كسروها، قالوا ما كويسه، كفر، هكذا. البحث بانه بيعملوا بعد ذاك قنواتهم براهم اللي بتعبر عنه من النيل الازرق، طبعا انا ما بغي مسع، لكن اللي بعد ذلك بيسيطروا عليها بوجهوها، يعملوا منها خلال اغاني واغاني ولا اغيم، لكن قلت لك كده يعني. تبقى دي تخبيش اسباب للوعي. كثيره جدا، ايوه اسباب كثيره جدا ادت الى تعطيل انه نحن نستفيد من ابنائنا وبناتنا اللي تخرجوا من الجامعات والمعاهد العليا انهم يعملوا علم، لانه نحن نستفيد منه في الواقع وننتج زراعه يعني كويسة بأيدينا، ونطور لقاحات بأيدينا، وننتج يعني أدوات صحية بأيدينا، ونعمل لقاح للكورونا بأيدينا. أسي ما في زول بفكر في ده أصلا، لأنه تجمع المهنيين معظم أطباء. الأطباء دول ما شغالين في مجالهم الصحي، شغالين سياسة. شفت كيف؟ نحن في جامعة خرطوم، أنا كنت في جامعة خرطوم 6 مرات كنت في السجن. أصلا الجامعة دي مفترض تكون صحي علمي، لا، لكن لانه عندنا ازمه ما فاضيين للعلم. نحن يبقى العلم ذاته كمان شنو؟ بالاضافه لانه تم تعطيله وما عنده ميزانيه، تم تشويهه بحيث انه ناس ذاته بيتحدثوا زينا عن العلم والريسيرش، يعني ديل ذاتهم ناس بتاع تنظير ساكت. شفت المعضله الكبيره دي؟ وهذه دائره التخلف. طبعا نرجع لكلامك، اذا ما يعني غيرت رايك بعد لا لا لا، سيكولوجيه الزول السوداني. أيوة. احنا لازم نفهم، يعني احنا ان شاء الله بنهايه السلسله ان شاء الله تكون مرجعيه لاي زول دار يفهم، او على الاقل عنده رغبه انه يفهم. جدا، ده كلام كويس جدا، مشكور جدا. ايوه طبعا. في اولا حاجه اسمها علم النفس الاجتماعي، وعلم النفس الاجتماعي بيبحث في شخصيه الفرد من حيث انتماء للجماعة. يعني بيحاول يفسر سلوك وتصرفات ومشاعر الفرد، وكمان مظهره وملبسه وذوقه المعنوي والحسي في العطور وفي اللبس وفي كل شيء، من وجوده كعنصر من عناصر المجتمع. وده علم مهم جدا جدا، وهو منبثق طبعا من علم النفس وعلم الاجتماع والأنثروبولوجيا. وبالتالي انا استخدمت مناهج علم النفس الاجتماعي ومناهج علم الانثروبولوجيا وعلم الاجتماع عشان انا اجي يعني اتحدث عن الافتراض اللي انا طرحته اول في البحث، انه الانسان السوداني مختلف عن بقيه البشر في كوكب الارض.
شفت الكلام الكبير ده كان صعب جدا، اخذ مني 5 سنوات عشان اجي انا امشي اشوف المخيال بتاع الزول السوداني ده كيف تشكل عبر القرون، وشنو بالضبط يعني الميكانيزمات اللي ادت الى انه نحن نكون نحن دين، بنلبس بالطريقه دي، بنتصرف بالطريقه دي، عندنا احزاب سياسيه بالطريقه دي، عندنا افكار بالطريقه دي، عندنا نسواننا وبناتنا بالطريقه الجميله دي، وبرضه كمان في حاجات صعبه عندنا نحن ذاتنا كسودانيين كرجال يعني سودانيين، عندنا الحاجات الجميله جدا، وعندنا كمان برضه عيوبنا واضطهادنا برضه للمراه، ده جاي من وين؟ جاي لي اذا كان هو اضطهاد، وهل هو اضطهاد؟ هل حبوبات نفسه اضطهاد ولا لا؟ واللي تغير شنو اسع بسبب الحداثه والجلوبالايزيشن، بقت الشخصيه السودانيه مجروحه، ده كله حنتحدث عنه في المستقبل يعني بدقه شديده جدا، وحنتحدث عن المنظومات الغياميه التي ادت الى تشكيل الشخصيه السودانيه بدقه شديده جدا جدا، وحنتحدث عن النظام يعني شنو التاريخ العرقي والقبائلي والعشائر في السودان، وليه القبيله والعشيره مستمره لغايه الساعه وفاعله وحاضره، لماذا في حين انه اختفت في مناطق اخرى في العالم زي اوروبا ما فيها، والقبيله برضه في العمق المصري غير موجوده، يعني في القاهره ما في قبائل زي الخرطوم، الساعه بتلقى الناس ممكن الزول تسال تقول له انت قبيلتك شنو، بحدثك يقول لك انا الشايقه او جعله او هدندوي او فوراوي او زغاوي او كده، وانا الجنوبي، الجنوبي ذاته طبعا هناك بيقول لك انا شوكاوي او دينكاوي او غيره، حاجات كثيره شفت كيف، والديه طبعا موجودين يعني هدندوي طبعا، عندنا اسماء بتاع احياء لحد ياسي باسماء قبائل الضناقله طبعا والمحس، بر المحس، وطبعا ده مؤكد كثير جدا طبعا ما في شك في ذلك، والمحس موجودين ونواديهم موجوده ونحن نحترم ونحب، وانا اللي قدام حوري كيف الحاله دي صحيه من ناحيه، وهي يعني بتشكل لانه دي اسمها قيم الدم، قيم الدم اللي هو شائج الدم، دي قيم العشيره والقبيله والاسره الممتده، دي اخطر اليه قاعده تشكل خيال الفرد ولغايه حد، وبعدين الاليه دي خطره جدا وما بتنتهي بسهوله. انا الباور بتاعت البطاريه بتاعت الجهاز اللي انا بتحدث به وانتهت. الصوت واضح واضح واضح، الصوت واضح خلاص، حافك السماعه اذا تاخذها في الشاحن في الوقت ده. لا ما مشكله، خلينا واصل كده ما دام الصوت واضح. تمام. طيب انا كنت يعني بنيه وشائج الدم عندها قيم محدده، بس قرب شويه يا استاذ، بنية وشائج الدم اللي بتبدا بالكسر الممتده، حبوبتي وجدي وخالي وعمي وكده، يعني دي الاسره الممتده، بعدين الاسره الممتده بتتكون منها العشيره، من العشيره بتتكون القبيله. يا استاذ محمد حنشوف قدام انه دي كيف قاعده تشكل من خيال الفرد، ومش قاعده تشكل من خيال الفرد بس، قاعده تشكل السياسي برضه، وقاعده تشكل الدوله. يعني الان الحرب اللي كانت في السودان المستمره 50 تقودها القبائل، والسلم تقوده القبائل، وما زال الآن حمدوك يسافر إلى جوبا، والوفود تسافر إلى جوبا لتجتمع مع أحزاب سياسية لكنها مختبعة خلف القبيلة. ده كله حنتحدث عنه لقدام، وبالتالي القبيلة مش بتشكل مخيالنا بس كمان وزوغنا الحسي والمعنوي بس، بتشكل السياسي وبتشكل الثقافي على مستواه العريض، وبتشكل الدولة وتفض الدولة وتهدد الدولة. شفت كيف؟ ده كله نحن حنتحدث عنه لقدام بالتفصيل، وحنتحدث عن بنى الغيب، يعني حنتحدث عن التصوف والطائفة والكجور والكنيسة، دي برضو لقدام، لأن الكنيسة والتصوف ده ما يعني درويش حايم في الشارع أو زول بتشوفه في الحلقة حلقة الذكر يعني في الشارع والتلفزيون، لا ده قاعد جواك، ده قاعد جواك، بعدين حوريك إنه الغيم دي قاعدة جواك، وغيم القبيلة قاعدة جواك، حتى لو انت ادعيت بانه ما عندك قبيله وما عارفه ذاته اصلا وانت متمدن اصيل، الكلام ده طبعا ما صحيح، حنلقى بعدين اي زول فينا جواه عشيره يعني زول عشائري، واي زول جوانا فيه زول صوفي، واي زول جوانا طبعا معظمنا جوانا وعي مدني جديد حديث لكنه مهزوز وضعيف الوعي المدني، المدنيه اللي بيقولوا بها الشباب دي، وهي لا تعني انه حاجه ضد العسكر، انما تعني بانه نحن كلنا كسودانيين
بجميع أعراقنا وأحزابنا وأيديولوجياتنا وطوائفنا وتوجهاتنا وجهاتنا نستطيع أن نعيش في دولة واحدة. ده الهدف بتاع مدنية. لكن المدنية دي في الحقيقة يا سيدي لسه ضعيفة ضعف شديد جدا جدا، والقبيلة هي المسيطرة الأول وبعديها بنيات الغيب الطائفة. يعني لما تجي الانتخابات الجاية إن شاء الله بإذن الله تجي البرلمان حيكون أنا بتوقع يعني 55-60% حيكون مسنود بتجي أحزاب وجماعات وأفراد يجي البرلمان من سنة غبلي، وحوالي 30% من سنة صوفي طائفي، وحوالي 10% فقط البنيات الحديثة المدنية الحديثة الممثلة في الأحزاب الحديثة. ده توقعي، ولذلك لازم نجهز للبرلمان ده. وعشان كده كلامنا عن العلم وسيكولوجية الزول السوداني كلام عملي عشان نحلل البنيات دي ونتصرف ونتعامل معاها كيف، لأن البنيات دي قاعدة مش قاعدة في الأرض بس، قاعدة في رأسنا وقاعدة جوانا، بتحدد تعاملنا مع بعض وبتحدد تعاملنا مع جيراننا من الدول، وبتحدد تعاملنا ونحن عايشين في المجتمعات اللي عايشين فيها بره، ولكن بدرجات طبعا مختلفة. ده كله حنتحدث عنه لقدام بالتفصيل اللي رأيته مفيد ويعني وإن صبرت علي فما رأيك؟ سامعني انت؟ انا سامع كسي كده يقول لي اظن ما سمعتك. اي لا لانه في كنت بتكلم ما كنت سامعني، كنت بتكلم ممتاز جدا. احنا سامعينك متابعين كل الناس متشوقين، تحديدا انت لما تهبش حتات زي بتاعت الانتخابات لما تجي كيف انه ممكن نتوقع الحقيقي البرلمان شكله شنو، دي حته مهمه جدا الناس تفهمها عشان ما تتكرر علينا نفس الاخطاء كل مره بشعارات مختلفه. يعني حريه سلام وعداله، لو كان حتكرر لنا نفس الاخطاء اللي وقعنا فيها سابقا وتاني نجي الانقلاب ولا كده، يبقى لازم نفهم ان احنا النفسيه بتاعتنا اللي بتعيد انتاج المشكله دي. فسؤالي تاني في العنوان سايكولوجيه الزول السوداني، هل هي مختلفه عن سايكولوجيه الزول الهولندي، سايكولوجيه الزول المصري، الياباني، الكوري؟ شنو المميز في الحته دي؟ شنو بيميزها؟ جدا طبعا طبعا بيرفكت. انا بتمنى اول شيء بعد ما نجاوب السؤال ده بتمنى اسال، احنا اخذنا كم من الزمن تقريبا؟ ساعة كده ولا كيف؟ عشان نكون عندنا زمن محدد يعني ما نسرح بالكلام وما نسرح بالناس وما يصيبهم الملل، وفي نفس اللحظة برضو كمان كلنا عندنا واجبات نعملها وعندنا أشياء نعملها، يكون عندنا زمن محدد. مثلا إذا الناس رأت لقدام يواصلوا الحلقات دينا مثلا تكون ساعة. ما سامعك. في جلسات الباحثين السودانيين بيخد ساعتين على أساس أنه المتحدث ممكن يتكلم، لكن الحديث بتاعك عبارة عن سرد، بتكون بتسرد، فبالتالي اي قطع للسرد ده ممكن يضيع الفكره الكليه. احنا دارين ما هي تروح جايبه بصوره كامله بتاع سايكولوجيه الزول السوداني، فهمها مدخل لحل اشكالات السودان الراهنه وكمان للمستقبل. فالحد الاقصى بتاعنا ساعتين، انت بتحدد انت داير تاخذ منها قدر شنو. هسه كم مثلا احنا مضى كم من الزمن؟ 57 دقيقه، ساعه الا 3 دقائق. نعم ايوه، لكن طبعا بحتاج لي هل في بريك يعني بعد شويه ولا انه نواصل كده طوالي؟ والله يا اخي ولا عملنا بريك الناس بيمشوا ولا كيف؟ اي لا، الحياه الاونلاين الناس المتابعين الحريصين ضربوا لي تليفونات قبل لما يتاخرنا شويه، ديل قاعدين ويعني سامعين ومستمرين. فانا افتكر انه لو قمنا واصلنا ساعه ونص نص ساعه ثاني ممكن نجيف نجي نكمل في الحلقه اللي بعدها ان شاء الله. طيب جدا، خلاص بخيال الفرد بخيال المجتمع سايكولوجيه الزول السوداني. جدا، انا طبعا سمعت سؤالك الاخير بانه شنو يعني الزول السوداني مختلف عن الهولندي، السعودي، الياباني، المصري، الاثيوبي كده، هل في حاجه زي دي انه الانسان السوداني مختلف عن الناس دي؟ طبعا نعم جدا حقيقه، وانه في الحقيقه ما في مجتمع بيشبه الثاني،
ولا في زول ذاته اصلا بيشبه الثاني، مش يعني على مستوى الشعوب المختلفه، انما حتى في الاطار المحدد بتاع المجتمع السوداني نفسه في تنوع، بحيث انه الفرد السوداني نفسه صحيح عنده الخصائص المشتركه اللي احنا بنقول يعني عليها سايكولوجيته يعني شخصيته يعني، ولكن في نفس اللحظة التنوع كثيف. ليه؟ لأن المجتمع السوداني نفسه بعدين إحنا لما نجي نتحدث عن يعني البنيات المشكلة لوعي الزول ده بنلقاها هي في الحقيقة مختلفة. البنيات الموجودة في شمال السودان حتى البنيات العرقية العشائرية نفسها مختلفة في غيمة عن البنيات الموجودة في دارفور، عن الموجودة في جبال النوبة، عن الموجودة في النيل الأزرق، عن الموجودة في البحر الأحمر البجة، عن الموجودة والآخرين، وعن الموجودة في الوسط الديني. يعني يبقى وبعدين برضو التصوف البنيات الغيب عموما، لأنه الغيب نحن هنتحدث عنه لقدام ليس هو غيب يعني ليست الروحانيات التصوف وحدها، إنما أيضا طبعا الكجور والزار، وحنتحدث عن الرشح المسيحي، وحنتحدث عن الغيب نفسه في الحقيقة جاي من بعيد، يعني من الإله أبادمك ومن الإله أمون. عندنا غيب جاي من بعيد، عندنا لغاية السح في راسنا النيل بالمناسبة بلا وعي، نحن بنمشي النيل بالمناسبة، الناس بيمشوا النيل يعني عندهم إحساس أكبر من اللازم إنه دي موية بس، لأنه النيل ده في يوم من الأيام كان معبود. بالمناسبة الحياة دي قاعدة في أعماقنا، قاعدة في مخيالنا لغاية الساعة. بيقول لك شنو؟ عريسنا ورد البحر وقطع جرايد النخل. ده أصلا عادة تاريخية كانت قديمة، إنه النيل كان معبود وكان بيرموا له أجمل بيت كانت عروس النيل. وهكذا الغيب يعني جرتك. لغاية عهد قريب إنه الناس بتطبع في جبل البركل. أيوة نعم، الجرتيك برضو يعني الناس مسيحيين مسلمين ما تخلوا في طقوس الزواج بتاعه معنى الجرتيك اللي هو عادة فرعونية، صح، والرحب وقطع الرحب. كوريك. دي كلها يعني تجليات بنشوفها عملية، لكن هي عندها علاقة بالمخيال. أنا ده كله بالمناسبة أنا ما يعني ناسي سؤالك، ما دام البنيات دي قاعدة تشكل مخيال الفرد وبالتالي هي غير موجودة، يعني نفس البنيات دي غير موجودة في السعودية وغير موجودة في مصر وغير موجودة في اليابان وغير موجودة في هولندا، إنما هنا موجودة بنيات أخرى، بالتالي خيال الفرد بيتشكل بطريقة أخرى، سايكولوجيته بتكون مختلفة. إذن وحنجي لقدام، أنا مثلا في الكتابة عن قصيدة ما هو الفافانوس ما هو الغليظ الغوص لبنونة عملتها برضو، كان قبل 4-5 سنوات مقطع لايف زي كوميدي كده، قمت أنا ما ناسي سؤالك لسه حجاب على سؤالك، مقطع كوميدي قمت عملت شنو؟ إنه مثلا كل قبيلة في السودان بالمناسبة عندها قيم محددة متشابهة، يعني كل الوعي البنيات العرقية بتقوم على قيم محددة اللي هي الشجاعة والكرم والأمانة والشهامة والمروءة والرجولة اللي هي الذكرى، لأنه البنيات بتاعت العشيرة هي بنيات ذكورية بالكامل يعني. فبالتالي القيمة بتاعت الذكرن الرجولة دي قيمة ما عندها مقابل، يعني المفترض أنه يكون الإنوثة، لا، الإنوثة هناك اللي الإنتاية معطلة ما عندها مقابل، لذلك الرجول الراجل الذكران يعني أسد بيشة غمزات وخطوات متقامزات الدود النتر شدوله ركب فوق مهرك الجماح، دي كلها شنو؟ دي كلها يعني مدايح للزول الفارس اللي هو فارس القبيلة. وده طبعا مش مجرد شعر ساكت أو كلام ساكت، ده بيشكل وعينا، لأنه بخليك انت يعني شنو موقفك من المرأة وموقفك من الناس وموقفك من المثليين وموقفك. لكن عند الزول الهولندي هنا لما جيت للقصة بتاعت بنونا، إنه قمت قلت لهم أنا كده أعمل لكم تصور، نجيب أسد ونجيب نوديه ميدان بتاع كورة فيه هولنديين بيلعبوا كورة شباب فريقين، نفك لهم الأسد ده، يقوموا كلهم طبعا الشيء الطبيعي يقوموا جارين، لكن في واحد قاعد
ايوه واحد بس واحد ثبت ما اقدر مد رفع يده للاسد وشال له حجر وانتظر الاسد. في هولنديات قاعدات في الاستاد، شنو الهولنديات حيكون تصورهم للجرو وتصورهم للوقف؟ وانا جبت بنونه في المشهد الكوميدي اللي عملته ذاك، تصور مني فتحت لها قوه من السماء على روحها السلام، وهي طبعا بنونه بنت المكنمر، وقالت قصيده عظيمه جدا بتستانف فيها موت اخيها لانه اخوها مات موت طبيعي. هي قالت له كله ما رضيانا الا يضموه الى غايمه الفرسان الا تعتبروه مات في المعركه. عملت استئناف للشعب السوداني وللقبائل كلها، قالت ده ما هو الفافانوس، ما هو الغليظ البص، حي على سيفه بحد الروس، وانه الزول ده يعني هي ما كانت دايره له الميتم ترابا شح، دايراك يوم لقى بديميك تتوشح الميت مسولب والعجاج يفتح. شجاع شجاع شديده ده، لازم عملت استئناف انه موته ده لازم يضموه الى غايمه الفرسان، وفعلا هذا حدث. ولذلك انا بتكلم عن عماره الان اخو بنون. ماذا حدث؟ انا كمان جبت بنات من العهد الحديث، قلت لهم طيب شاورت الشباب اكثر جامعه بيقروا فيها ناس ممكن يكون من الطبقات الحديثه، قالوا كم جامعه، وطبعا الطبقات الحديثه دي ما بتضر الخلفيات الاقتصاديه الرعي ولا زراعه ولا صناعه، الحديث ده ممكن يكون الوعي الحديث. طيب جابوا لي بنت شابه سودانيه عمرها 21 سنه من الرباط، جامعه الرباط، خطيتها مع الناس دي في الاستاد. ماذا يحدث؟ المخيال حيكون كيف؟ طبعا بنونه حتكتب قصيده في الخواجه الوقف السبت، والبيت بتاعت الرياض بتاعت الرباط انا تصورت برضو حتفتكر انه ده الراجل ما سهل. لكن ماذا يحدث عند الهولنديات؟ طبعا حيكون ده ما كده. اولا الناس الجرو ديل عندهم ده شيء طبيعي جدا، انه الانسان مفترض يهرب من الخطر، جاك خطر ما تقيف، ده شنو ده؟ لكن ما حيقولوا عوير، يعني ما في جادجمنت لانه ما في جماعه بتغيب، هنا ده مجتمع الفردانيه، دي قيم الانا، قيم النحن، لذلك احنا محتاجين للكرم والشجاعه دي. انا حاجي لك ده قصه معقده جدا، اتمنى اوفق فيها في العجاله دي. اللي بيحصل بانه الشابات الهولنديات لانه ما في قيم انا، قيم الشجاعه والكرم والشهامه والمروءه والذكرى، دي قيم العشيره هنا ما في، لانه العشيره اختفت، يبقى القيم دي اوتوماتيكلي بتختفي بشكل تلقائي، بتختفي. يبقى البنات ديل حيكون شنو؟ لو الواحده دايره عريس حتكون من الجرو، ما الوقف، لانه الوقف ده ممكن تصدر منه تصرفات غريبه، ده زول عجيبه ممكن يقتلها، ممكن يضربها، يعني ده زول خطر ما طبيعي، شيء طبيعي جدا انه الناس بتهرب من الخطر يعني. لكن ما حيقولوا عويل يعني، بس يفتكروه يعني هو عايز كده، يعني هو بيحب يواجه المخاطر زي الخواجات اللي مش يطلعوا جبل إفرست ومش يطلعوا الجبال وكده، دي ما شجاعه، ده الناس مغامرين اسمه، بيحبوا المغامر، هيقولوا ده بيحب المغامره، لكن الزول اللي بيحب المغامره ده ممكن يكون خطر، ممكن يصدر منه سلوكيات مدهشه. وهذا ما يحدث بالضبط، يعني مثلا انت اذا جبت زول عشائري غبلي حقيقي من اهلنا العظام يعني، ونحن هنا طبعا ما بنقيم، لازم الناس تنتبه لده، انه نحن هنا الانثروبولوجيا والثقافه ما فيها تغيير، ما في ثقافه افضل من الثقافه، لكن في كونتكس اجتماعي ولحظه تاريخيه مختلفه عن الثاني. يعني اذا جبت مثلا زول عشائري قبلي اصيل شايل عكازه ورابس سكينه في ذراعه، الانسان السوداني العظيم اللي هو بدا ينقرض يعني، ذو القيم النبيله بتاعت الشجاعه والكرم والشهامه والمروءه، ماذا يحدث هنا؟ اولا الشجاعه هنا مشكله طبعا، اما الذكرنه دي طبعا الرجوله دي طبعا حاجه سيئه سوء شديد جدا، لانه انت حتكون ضد البزنس الهولندي كله، حتكون ضد المراه، حتكون ضد المثليين، حتكون ضد اي شيء، حتضارب اي زول في الشارع، هولندا البزنس والسياحه بتاعتها حتنهار. يبقى انا هنا برجع اقول لك الانسان السوداني كيف، بعدين حنجي كيف هو مختلف، لانه الكونتكست بعدين كله الاجتماعي والثقافي واللحظه التاريخيه مختلفه. مثلا نحن في السودان زمان في الماضي وما زلنا هسه محتاجين للزول الكريم، لانه في ناس انت قاعد في الصحراء وفي الخلا بيجي زول مري جعان، مفترض انت تكون جاهز توكله. وبنسمع في التاريخ انه دائما شنو؟ دائما الناس الكرماء ديل ناس مهمين جدا جدا. عندنا في السودان الاغاني كلها
بتتحدث عن الكرم والشجاع، يعني بتتحدث عن الكرم والشجاع. الراجل مفترض يكون كريم وشجاع وشهم وعنده مروءة، والراجل حقيقي يعني ذو قيم. هنا ده ما مطلوب، لأنه الكرم ذاته غلط. يعني الكرم معناه ده شنو؟ تبذير. هنا ده الحضارة دي عندها قيم مختلفة، ايه السيفنج الادخار. انت يعني كريم معناته مبذر، البنات ذاته وامك ذاته هتزعل منك، والبنات ما بعرسوك ذاته. انت ما كويس. يعني القروش مفترض يكون عندك قروش، يعني تحفظ قروشك. يعني هنا النسوان الامات، يعني الولد اذا طلع كريم هو اصلا ما في كلام زي ده، لانه اصلا ما محتاج الله. لكن اذا طلع كريم بيوزع قروش وساكت، دي مشكله. يعني امه ما بتفتخر به، دعاوير يعني مفترض انه بتفتخر به، والله تقول ولدي فسيل. تساليه يا مامي، تساليه يا مامي. شفتك كيف؟ ده الفخر الحقيقي اللي هو قادر يدخر الحضاره اصلا. دي الراسماليه، وعندها قيم مختلفه عننا. احنا قيمنا السيل تاريخيه. منظومات القيم دي اللي قدامنا، وبعدين نجي لقيم الغيب، وعشان نجي تاني للمدنيه الحديثه الداخله في السودان، ومنغارنا بما حولنا انه الناس بتصرفوا كيف، وليه الاحباش مختلفين مننا، وليه المصريين مختلفين مننا، وليه السعوديين مختلفين مننا، برغم انه مجتمعهم برضه عشائر السعوديين، والخليج طبعا مجتمعه كله عشائري، ويقوم على العشائر العشيره تماما. حتى المدنيه عندهم، نحن عندنا اذا المدنيه 30%، هم عندهم المدنيه 5%، في بعض الحتات صفر، يعني المدنيه الحديثه، لكن برضه مختلفين مننا. ده كله حنجي نتحدث عنه لقدام بالتفصيل. انا قلت كان قبل انه الحلقه دي مجرد تعريف وتعارف بالحاله، يعني احنا ما دخلنا في التفسير بتاع الحاله لغايه السن، يعني ما دخلنا في البحث. انا اصلا كنت بفترض انه الحلقه دي هي ساعه، لذلك في الحقيقه عامل المواعيد برضو مع دكتور منعم مختار. منعم مختار لكن استاذنته هسه. منعم مختار عنده حلقه هسه جاريه في التلفزيون السوداني اسمها صحه وتنميه، وهو صديق عزيز جدا، وكان زميلي في الجامعه، وكنا زملاء دائما واصدقاء، وكنت في السودان في مشيتي الاخيره دي قاعد معاهم. فمنعم برضو عايز، عندي شغل معاه في تمام الحلقة. تمام، احنا ما ناخذ زمن اكثر من كده يا استاذ محمد، ونواصل ان شاء الله في الاسبوع الجاي او في اقرب من كده على حسب الجدول بتاعك. الناس المتابعين نفس الحلقه دي يعني يعرفوا انه والله ده كان تعارف بس حول الموضوع. ايوه بس، وانه الموضوع طويل لكن مهم جدا انه كل واحد فينا يعرف وين نحن وصلنا هنا كيف، وبعد ذاك للمستقبل نعرف ان احنا المفروض نمشي وين على حسب. طيب اديني كلمه اخيره. ايوه فضل. كلمه اخيره. ايوه، اولا اشكرك شكري شديد جدا على الانيشيتيف، المبادره الرائعه جدا. انا طولت جدا من اللايفات ذاتها بقت مشوهه، يعني لانها بقت كان رشح سياسي ومغالطات، وما عارف اقول لك اولاد فلان وزنونات فلان وما عارف، ونحن لا نشجب ولا ندين ولا نقيم. لكن وناس كثيرين جدا يعني حولوا اللايفات لانها حاجه ايزي، حولوها الى شنو؟ الى معارك شخصيه وجانبيه، والى معارك سياسيه عدميه. شوهوا ذات صوره انه الناس اللي بتتكلم في لايفات للاسف. لكن نحن علينا ان نجتهد لنصلح هذه الصوره، ونحاول نتخاطب مع الناس يعني بالشيء الذي يفيدنا ويفيدهم بقدر الامكان، ونكون منطقيين وموضوعيين ما امكننا، ونكون علميين ما امكننا. وانا اسي طبعا، انا زي ما انت قلت، انا قلت ده في الختام، اكرر ثاني انه ده كان تعريف بالحاله اللي نحن مفترض نشخصها ونفسرها لقدام. وانه انا بقول دائما انه نحن حنتحدث عن الواقع العملي والواقع المعيشي والسياسي والاقتصادي والسوق والبيزنس والقبائل المتشاكسه، وكيف نحن نصل للسلام عمليا، انه الخرطوم تكون بلد امنه ومسالمه كما كل مدن السودان وارجائه. كيف نعمل ده؟ عبر العلم، والعلم نستطيع. شكرا لك دكتور انور، والتحيه لضيوفك المعاك، وحتى لقاء اخر. شكرا جزيلا، السلام عليكم ورحمه الله. الله يسلمك.